ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم شاهدت مقطعاً لرجل في جزيرة العرب ذو لحية حمراء ووجه بشوش وكلام جميل، كان يتكلم مع سائق أحد السيارات، وكان يضع على رأسه خيشة قد بلها بالماء. سأله صاحب السيارة عن عنوان أو مكان، فاستغل الفرصة وقال لذلك صاحب السيارة: عليك بذكر الله، عليك بالاستغفار، فإن استغفرت الله سبحانه وتعالى فلن تحلق لحيتك. ثم أمسك لحيته الجميلة الحمراء ولن تشرب السيجارة، وبدأ يتكلم معه كلاما طيبا فيه كثير من الألغاز. يبدو عليه رجل حكيم قد تخلى عن الدنيا وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا هذه النقطة لي فيها وجهة نظر كما يقول العلماء، لكن على كل حال هذا هو الذي قرأته فيما كتبه ذلك الرجل الطيب. يبدو من وجهه الطيبة، ويبدو في وجهه الرحمة، ويبدو في وجهه كثير من البركة. ثم كتب من وضع ذلك أن هذا الرجل عنده شهادة ماجستير بالفيزياء النووية من أمريكا، وهو رجل غني عنده الكثير من العقارات، ولكنه ترك الدنيا وتفرغ لذكر الله ولعبادة الله. سبحان الله العظيم، ما هذه النبتة؟ هذه أول مرة أشاهدها لي هنا في السويد 15 عاما، هذه أول مرة ربما أشاهد هذه الزهرة وهذه النبتة. سبحان الله، سوف أشمها لأرى إن كان لها رائحة. سبحان الخالق العظيم، ما أجملها. الأصفر مع الأخضر يناسب كثيرا، والبنفسجي أيضا يناسب مع الأخضر. سبحان الله. على كل حال هذا الرجل اسمه سعيد بن خلال القحطاني أظن، هذا الرجل كما كتب من وضع ذلك الفيديو. قد يقول أحدكم: كيف يتخلى هذا الرجل عن عمله في الدعوة إلى الله ومحاولة إصلاح المجتمع والعمل مع الناس، وأنه لا ينبغي له العزلة؟ طبعا لا نستطيع نحكم على الحالة الفردية، إنما القاعدة العامة نعم، أن الإنسان يجب أن يبقى ويكافح. وهذا الرجل أكيد قد كافح الكثير من السنوات وعمل في الدعوة كما قرأت في أمريكا، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى سنين طويلة، وكان مركزه بيته في الولاية التي كان يدرس فيها في أمريكا مركزا للدعوة في ذلك الوقت. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا ليس طريق ولكن هذه مؤذية، فأنا سوف أخذها وأضعها في ثلة القمامة حتى ربما أحدهم يأتي هنا فتؤذيه. سوف أخذها معي. سبحان الله العظيم، أنا أحيانا كثيرة أقول لنفسي: لو أنني أتفرغ فأذهب إلى جبال الزبداني فأقعد هناك أذكر الله سبحانه وتعالى وأخذ معي الكثير من الكتب وأجلس أقرأ وأبتعد عن مشاغل الحياة. انزروا هذا الزيز أو هذا، نعم، حشرة صغيرة. سبحان الخالق، أبتعد عن الناس وأجلس هناك أعبد الله سبحانه وتعالى، ثم أرى أن في ذلك أنانية، لأنني هنا أريد نفسي فقط وأتخلى عن دوري في المجتمع.
مساعدة الناس والدعوة إلى الله والكفاح، لكني حقيقة أشتاق إلى أن أخلو قليلا من الوقت حتى تصفو النفس، تصفو النفس بذكر الله والابتعاد عن مشاغل الدنيا والعمل ومشاكل الناس التي لا تنتهي والتي هي بازدياد نتيجة لبعد الناس عن دينهم وعن ربهم. سبحان الله، أتيح لي فرصة استراحة، فجئت إلى هذا المكان بجوار أحد القصور. هذا القصر يعود لعائلة كان في فترة من الأوقات يعود إلى عائلة سباري، هذه العائلات الكبيرة، لكنه الآن هو مركز المؤتمرات. نعم، الله، ما أجمل هذه الرائحة وما أنقى هذا الهواء. طبعا لا يغرنكم هذا الجمال الذي ترونه في الطبيعة، نحن اغتربنا، ولكن الجلوس في بقين على التراب والنوم على التراب، بقين أحب إلي من كل هذا الجمال وكل هذه الأشجار وكل هذه الألوان. لكن سبحان الله، قدرنا هذا، نشكر الله على كل حال. قبل أن أتي إلى السويد قرأت في جريدة تشرين أن الشاعر شوقي أبو خليل، شوقي أظن اسمه شوقي بغدادي، نعم، التقى مع أحد الشعراء العراقيين في مؤتمر في النرويج، فسأله عن حياته في النرويج، فقال: والله لبيت من الصفيح في دمشق أو في بغداد أحب إلي من النرويج وما فيها. كما تشاهدون هنا، كل قصر من القصور على يكون له طريق، كان أيام زمان تمر به العربات، على هذا الطريق يزرعون هذا النوع من الأشجار على الصفين. كل قصر أبدا، كل قصر من القصور كان له مثل هذه الجادة كما تشاهدون، وهذه هي أيضا. سوف أرمي الزجاجة الآن في حاوية القمامة. هذه أشجار إيجاص وتفاح، هذا إيجاص هذا وتفاح، نأتي نحن في الصيف ونأكل منها، هي لا أحد يقترب منها، تقع على الأرض. هذه أشجار إيجاص كما تشاهدون، وتلك أشجار تفاح. نحن نأتي هنا في الصيف ونأكل منها ونلتقط من الأرض على الأرض كثير من التفاح، يعني لا أحد يقترب إلي ولا أحد يمد يده إلي. نعم، هذه شجرة إيجاص كما تشاهدون، والإيجاص الذي ينبت هنا لذيذ جدا لأنه حلو جدا عندما تضربه الشمس فيصبح لذيذا جدا. على كل حال، إنما هي فرصة للخلوة ولذكر الله سبحانه وتعالى. الهدوء الموجود في هذه البلاد هدوء جميل. طبعا أنا في نصف المدينة وهكذا، فكيف في الريف؟ في الريف الهدوء غير معقول، يعني إن لم يذقه المرء لا يستطيع أن يتخيله. أقارنه بين الحياة في أحياء دمشق حيث الصراخ الدائم ليلا نهارا لا يستطيع المرء أن يرتاح لحظة.